جاكي كادوش رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي. هذا كما قول الصباح الحمد لله من 12 وحنا هنايا اللي استقبلنا هذوك مع الوفد الاولى للطياره الاولى الحمد لله اللي جات، وبواحد الفرحه اللي تنشوف هذوك الناس اللي جاوا اللي نزلوا هذيك الاولى اللي نزلت ديريكت من هذيك من تل ابيب الى مراكش بسلامه. وهذه بطبيعه الحال حاجه كبيره ومهمه بزاف لهاد الناس، لا هذه الاولى ولا الثانيه بسلامه اللي اختاروا باش يجيو ينزلوا على مراكش وماشي يمشيوا لشي بلاد اخرى. علاش الحمد لله مراكش هي مراكش تبارك الله، وحنا بطبيعه الحال فرحانين على هذا على هذا السيزون اللي جاوا هاد الناس لحنا لمراكش. حنا بطبيعه الحال كما قلنا هذوك الناس اللي جاوا في الطيارات ماشي كلهم اصلهم مغاربه، ولكن هادو الناس اللي جاوا بعدا وعندهم واحد النظره هل من الاستقبال الحار اللي شافوه هنايا وتبارك الله شوفوا هادو في الحال اللي كاينه، وانما بغا يشوفوا يدوروا في البلاد ويشوفوا اش كاين. وحنا قانعين ان شاء الله باش هاد الايامات الماجيه ان شاء الله بغا يجيو بطبيعه الحال تنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يوقف لنا يحي لنا هذا الوباء، ولكن ان شاء الله على قريب وقت الناس بغا يجيو معولين. لا تبعوا من فوق 165,000 تيكيت اللي تبعت بعدا باش الناس اللي بغاو يجيو للمغرب ديريكتومون. ايوا نطلبوا الله التيسير ان شاء الله ولا ننسى سيدنا. تبارك الله عليكم.